Et voilà mes chers amis, le tour est joué. Donc, عملية ترميم انتهت. و بون باقي شي حويجات بحال هاد القواداس شي راه القدوس الاخر عاود مسروق تاع مع مشكله وصافي والله الا مشكله. هادو اللي كيشريوهم عاده الله اللي كيشريو هادشي اللي مسروق. ميغا المهم تم الترميم ديالو وتم تعويض دوك الحجاره اللي كانت اما تهرسات اما تسرقات اما ما شاء الله صافي التحفة. بقى لا فينيسيون في لابارتي سوبيريور الا شفتو باقي البيطون ارمي تما مي القرمود تم التعويض ديالو بقرمود جديد ولكن على الاقل الرخام يعني لو بلوز امبورطون باقي الرخام وداك النقش اللي كاين في الاعلى ما كندوزو من هنا ولكن ما كنعطيوش اهميه ل شوفوا السقف كتبان لكم دابا نا دابا افضل وي سي بو هذه كنعتبرها انا بحال ديك الجوهره في الخاتم يعني الخاتم هو لو بتي جاردان وان كان صغيور ثم كتشوفوا يعني راه ماشي شي ولكن ندير بواحد الطريقه مزيونه وفي عوض الكراسي يعني كاين هاد الحجر اللي قلت تعوض هنا فين كيجلسوا الناس وكما قلت بجواره مور هاد الشجيره راه فين كاين العلم احمر هذيك تما الاعداديه ديال محمد الخامس وهذه المندوبيه ديال او المديريه ديال جهه طنجه تطوان ديال اش كتسمى مديريه الثقافه تبع الوزاره الثقافه وهذه ديك الرخامه اللي غنعرف هنا واش كاين شي تجهيزات هنا ديال النحاس ولا شي حاجه طروبيه ولا المهم وكما قلت الاغلبيه كيدوزو من هنا ولكن ما كيردوش البال لهاد الكتابه ها هي تنجير هي 1908 1912 وهادي تو ذا ميموري ديال لونورابل سير ومن هنا كيبان لكم انجليزي ريجينالد ليستر هاد الرموز ما عرفتهاش في الحقيقة هاد KGMG و GVD ولا O ما نعرف HBM مينيستر الطنجير المهم كان يمكن عنده هاد الشخصية هادي كان عندها شي منصب هنايا مهم في الوقت اللي كانت طبعا مدينة طنجة تحت الحكم الدولي اي فوالا مي شيغ زامي الحمد لله واحد التحفة هي نوريها لكم شوية من بعيد باش تبان لكم في المجمل ديالها بون حنا هاهي نتمنى من المواطنين انهم يقدروا هذا المجهود اللي تبذل هو مجهود ماشي كبير بزاف مي رمزي في الحقيقه يعني ملي كتكون شي تحف هذه سي لا ميموار دو طونجي يعني كيجي واحد ويطيح هذه ويبدل الجرده ولا باي حق هذه ذاكره ديال هذه المدينه هذه خصها تبقى شوف كان تيمثال كان اللي كان خصو يبقى تماثيل حرام وهذا ندخلوا في داك الجانب الديني و بحال اللي وقع لي طاليبان اللي مشاو لدوك دوك التماثيل ديال بودا وهذا شنو ربحتي من هذه العمليه هذه هذاك راه هما كيقتدي وكيقول لك بون ما كاين لاش ندخل في الجانب الديني قلت غادي نعاود ندخلوا في شي متاهات
طنجة بصحتها وباقي اللي ضربوا باقي ما كملوش ثم كتشوفوا. اي فوالا، تحياتي اصدقائي الاعزاء، تشاو.